الثامنة من تونس، أهلا بكم. تشير الإحصائيات الرسمية في تونس أن العنف المسلط على المرأة قد ارتفع إلى ما يقارب 50% من النساء تعرضن إلى العنف بمختلف أشكاله. عدد من البرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني وممثلي منظمات دولية وعربية، وعلى ضوء هذه النسبة تدارسوا خلال يوم برلماني بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب مدى تطابق مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مع المعايير الدولية. أثبتت دراسات وأحصائيات أن 47.6% من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة طيلة حياتهن، وأن 32.9% صرحن بتعرضهن لأحد أنواع العنف مرة واحدة خلال كامل السنة المنقضية. إحصائيات تؤكد تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع التونسي، ما تطلب سن تشريعات جديدة لمناهضتها. الظاهرة هذه ما تتمشاش اليوم لا مع حقوق الإنسان ولا مع المساواة بين الرجل والمرأة ولا مع التقدم، معناها اللي عايشته الدنيا وعايشته تونس. الشيء يجعل أنه القضاء عليه هو أمر نص عليه القانون، واليوم نحن ندرس القانون. القانون الذي يعمل البرلمان على إلسائه للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى وضع تدابير كفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، يتضمن مشروعه محاور عديدة. فيه تجديد على مستوى مصطلح الضحية كمصطلح قانوني عوض مصطلح المجني عليها، وهذا يوسع في دائرة الصلاحيات طبقا للمعايير الدولية. فيه تجديد أيضا على مستوى الإصلاح على مادة المجلة الجزائية بإحداث العديد من التعديلات على العديد من فصول المجلة الجزائية، وفيه أيضا لإحداث مؤسسات جديدة من شأنها العناية بالمرأة. محاور لمشروع قانون يحد من العنف ضد المرأة لاقى استحسان عدد من النواب وممثلين عن المجتمع المدني باعتباره يستجيب للمعايير الدولية، لأنه يتحدث أولا على الرد على العنف وعلى ما تطلبه اتفاقية اسطنبول الخاصة بالعنف ضد المرأة، اللي هما الأربع أجزاء، وهي الوقاية أولا من العنف، حماية الضحايا ودعمهن والتتبع. تعريف بكل أنواع العنف، احنا قبل كنا عنا زوز أنواع متاع عنف، الجسدي والجنسي، اليوم عنا النفسي، عنا المعنوي، عنا الاقتصادي. ما زال القانون هذا يحتاج كذلك التطوير على مستوى اللجنة التشريعية لحقوق والحريات، ونحن كلجنة مرأة سنبدي إن شاء الله رأينا في هذا القانون إجمالا. هي تقييمات وآراء حول مضمون مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة تظل أولية في انتظار ما ستؤول إليه النقاشات صلب اللجان البرلمانية. العنف المسلط على المرأة هو المنطلق الرئيس للجدل الذي دار حول قانون 227 مكرر من المجلة الجزائية. عودة على هذا الموضوع في التقرير التالي. تزويج طفلة لم تتجاوز ربيعها 13 من مغتصبها، كما ينص عليها الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، خطوة أثارت جدلا في الأوساط الحقوقية ومكونات المجتمع المدني. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من جانبها أكدت أن هذا القانون لا يحترم مجلة حقوق الطفل ومجلة الأحوال الشخصية التي تحدد سن الزواج. هذا القانون يعني يشجع الإفلات من العقاب، أنه أي شخص أي رجل يعني يعتدي على الطفلة دون 15 بإمكانه أن يفلت من العقاب، وهنا إن احنا نطالبوا بإلغاء هذا القانون ونحيو شرط الرضا، فماش مواقعة الطفلة برضاها. وزارة المرأة والأسرة والطفولة عبرت على نسان المندوب العام لحماية الطفولة عن رفضها لهذا الزواج لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفل. كما أكد المندوب العام أن الوزارة أعدت مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وفيه تنصيص على معاقبة كل من يواقع أنثى برضاها سنها دون 16 عاما كاملة. ولكن مبدئيا معناها أول تدخل بشيقة هو في مراجعة الفصل هذي 227 مكرر، وكذلك الفصل 239 باعتباره يشكل زادة انتهاك للفتاة وللبنت عموما.
من جهتها أكدت عضو لجنة الحقوق والحريات محرزية العبيدي أن إلغاء هذا الفاصل مطلب عاجل لحماية الطفولة، مشددة على ضرورة مراجعة جملة من القوانين الأخرى. من الأشياء التي تتعلق بهذا مسألة سن البلوغ وسن الرشد، والمسألة ربما لازم نتحدث على بلوغ جنسي معناتها، وعلى وقتاش تتحمل الشابة والشابة المسؤولية، لأنه ما تنساش سيدتي أنه اللي تقللنا مثلا للجوج معناتها القاضي علاش بنا حكمه؟ بنا حكمه من بين الأشياء اللي بنا حكمه قال لك هو ليس اغتصاب في هذه الحادثة بتاع البنت المنبر، بل هي مواقعة برضاها. وقت اللي تبدأ طفلة عمرها 13 سنة طفلة، نجم نتحدث على رضا؟ ورغم الدعوات للمطالبة بإيقاف هذا الزواج فإن المسألة قد حسمت استنادا على ما تتضمنه النصوص القانونية في انتظار إلغاء أو مراجعة هذه النصوص.